زين، ما في ما في اخبار عن الشطب دكتور؟ الشطب يعني ما يتردد بانه ليس هناك شطب، اي مرشح غير صحيح. يعني اللجنه شغاله للحين بس ما طلعت اسماء بالضبط. وانا اتوقع يعني سيشطب ناس، اتوقع سيتم شطب ومن سيؤثر في اسماء بارزه، يعني في اسماء وايد، ولكن الشطب المؤثر في الانتخابات سيكون اذا حدث في الدائره الخامسه، ستتغير المشهد الانتخابي بشكل كبير. يعني تقصد احد اللي احد او احدين او احدين هي أيه. مشكله هذه أيه. احدين فيها أيه. بعد خلينا نتكلم عن الدائره الثانيه وعنوان الحلقه حلو، القطوف الدانيه في تحليل الدائره الثانيه. من قششك المانشيت هذا دي. هذا انا يعني ما طر شولك؟ لا 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 هذا ما طر شولك، ودقيت على مولانا، احنا طلبنا الثالثه أيه. دقيت على مولانا عبد العزيز العويد قلت له انقذني بالثالثه أيه. قال شنو الثانيه؟ قلت له قول لي انت سبحان الله، قال القطوف الدانيه في تحليل الدائره الثانيه. قلت له انا كاتبه الحمد لله رب العالمين. ايه زين ايه. الثالثه ما شاء الله جتنا وايد اسماء حلوه بس ولا واحد منها راكب على الانتخابات. يعني مثلا ايه هذه الدائره الثالثه، الثالثه هذه ايه شو يقولون فيها؟ شو يقولون؟ شكو ماكو؟ ايه شو طويل العمر. اول واحد يقول لك ايش؟ يقول لك الاسباب الباعثه لمعرفه اخبار الدائره الثالثه، الدقائق الوارثه لاخبار الدائره الثالثه، النفوس اللابثه على عتبة التحليل الثالثه. هذه شعوذه، هذه السعوذه، اعلام الباحث والباحثه عن تحليل الدائره الثالثه، الاداه الحارثه لتحليل الدائره الثالثه، اعلام الحائر تكتيكات الديداكتيكات ثالثه الدوائر. هذيلا دكتور يمكن جن هذا قاعد يراسلك جن. احلى 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 وحده، احلى وحده الوحده، طيب احلى وحده عجبتني انا هي القويه اللي عجبتني، الكارثه في انتخاب الدائره الثالثه. هذا من اللي اعطاك الكارثه؟ والله هذا كارثه اللي اعطاني. هذا معدنا الدكتور عبد الله الفضلي. ايه عبد الله والله اقول بين فتره يجي منه، يجي منه، يجي منه. اي بعد هو دكتور لغه عربيه لازم يعني طلع حرد فيني، طلع حرد فيني.